أني أمشي حسب ما أني أريد أونس نفسي، أني ما حخلي قوانين الحكومة تحكمني، ما حخلي قوانين أي شخص أي رجل يحكمني، ما حخلي كتاب يحكمني، ماكو هيجي حكي. انت شنو ما تحبين تسوين لنفسك، انت شنو ما تحبين تشوفين مقتنعه بيه وتكونين يعني مبسوطه بيه فرحانه سويه. فاني هوايه الناس تنتقدني على لبسي، على اسلوبي بالكلام بانه متفتحه. شوفي خيتي واخويا، الله خلقنا كبشر، كنا بشر، كنا ما كان لا اكو دين ولا كان اكو قوانين ولا كانت اكو قواعد نمشي بيها. احنا كنا بشر، الله خلقنا نقول الكلمة الطيبة، يكون عندنا ضمير، ما ناخذ فشي احنا ما عندنا حق ناخذه. السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم جميعا في قناتي على اليوتيوب. اسمي هو مريم حسين من العراق. هذه قناتي اسمها ملكة الباتشا العراقية، يا هالقناة الرسمية. اليوم اكلتنا منابير، حنغنيكم حسويكم أغنية صغيرة من المنابير. طبعا أنا تحولت إلى يعني انتقلت إلى مدينة أخرى اسمها ديترويت ميشيغان. اللي يحب يتعرف علي يكتب لي تعليق على مدة التلفون ونتقابل في يعني في فد مكان. أنا كنت غايبة شو ما قلت تحولت، وهسا رجعت لأنه استقريت حاليا. هسا استقريت، سو حنزل فيديوهات حسب وقتي، لأنه أنا مجرد كان كوفيد، كنا يعني شلون ما قلت كان كوفيد، كنت ما كان عندنا كل شيء نسوي، فكنت داخله يعني لليوتيوب مجرد تسليه، يعني ما عندي اي هدف بيها. اكلتي هاي المفضله الباتشا، الباتشا العراقيه اكلتي هي المفضله، وحتشوفوني ان شاء الله انزل فيديوهات يعني متنوعه اخرى ما عدا الباتشا. حامض لبلبي منابير، ححط لكم فيديو صغير عم تشوفوا صور. هذا مجرد مي عادي. أنا طبعا الكل يعرف أنا أحب اللبلبي. بسم الله بسم الله. طبعا أنا عندي allergic reaction، حساسية في عيوني، متورمة بها حمار ومتورمة، فدا أخذ دواء صارت أحسن، يعني دا تتقدم الصحة مالتي صار أحسن. بس أنا يعني لازم يعني ما أريد تشوفون عيني حمرة حتطلع، فمن هيك لابسة مناظر. بعض الفيديوهات مالتي حلبس بها مناظر بس مو بالضرورة، يعني لحد ما تتحسن. أنا أحب اللبلبي، أموت أنا أموت أنا أموت اللبلبي. لما كنت صغيرة كنت اسميه بلبلي، ولما كبرت امي صححتني المعلومة قالت لي هذا اسمه لبلبي. خلي ارقص لكم رقصة مال الباتشا العراقية مالتي. 1 2 3. السلام عليكم يا بام، مشتاقة لكم يا بام، اني احبكم يا بام. اليوم اكلتنا الباتشا العراقية يا بام. هذه منابير عراقية بسيطة، حاطة وياها لبلبي وعصر وياها الحامض واكل عادي. اني احب للحامض، اموت عليه. تنظفيها زين وتاكليها وتنبسطين بيها. هي مش قد طيبة، هي
مسويتها كلش كلش زينه. هذا كله على الطبيعة، مو حاطة مكياج، عندي حساسية حتى بغدودي. لا وصلت نفسي، خلي امسح ايديا. طيبة كلش طيبة كلش طيبة. ديترويت ميشيغان بيها ثلج حاليا، فالجو بارد كلش بارد برا. طيبة تخبل تخبل الباتشا، تخبل تخبل الباتشا. حلو هذا الجلاس، اشتريته من ستاربكس، عجبني لونه. دائما احط بيه ماي، اعصر بيه وحده حامض، احط بيه ماي، احط بيه نعناع لما اروح الشغل الصبح. شبعت الحمد لله والشكر، شبعت. حنزل فيديوهات جديده، تابعوا قناتي، يا ريت تشاركون وتحطوني ثمز اب، حطوا تعليقات، التعليقات مفتوحه. اني بصراحه ما ازعل، اني اللي زعلني الناس
اوكي دقيقة وارجع، خلي اغسل ايدي وارجع لكم. I'll be back. غسلت ايدي ورجعت لكم. اوكي اني اللي زعلني الناس تدخل الدين باشياء الناس تسويها. اني شلون ما قلت لكم اني دخلت اليوتيوب لما كان كوفيد، كنا محبوسين، ودخلت دا مجرد دا اتسلى، كانت حس النية والناس هواية هجمت علي. اني من اصل عراقية يعني، ولا والدة بالعراق واهلي من كربلاء، فاحنا طالعين من احنا اطفال صغار يعني، ما نفتهم ما نعرف شكو هناك. اني احترم الجميع واحترم الاديان واحب الاديان، بس اني ما عندي طبيعة يعني، الله خلقنا كبشر. اني امشي حسب ما اني اريد اونس نفسي، اني ما حخلي قوانين الحكومة تحكمني، ما حخلي قوانين اي شخص اي رجل ربيت يحكمني، ما حخلي كتاب يحكمني، ماكو هيك حكي. انت شنو ما تحبين تسوين لنفسك، انت شنو ما تحبين تشوفين مقتنعه بيه وتكونين يعني مبسوطه بيه فرحانه سويه. فاني هوايه الناس تنتقدني على لبسي، على اسلوبي بالكلام بانه متفتحه. شوفي خيتي واخويا، الله خلقنا كبشر، كنا بشر، كنا ما كان لا اكو دين ولا كان اكو قوانين ولا كانت اكو قواعد نمشي بيها. احنا كنا بشر، الله خلقنا نقول الكلمة الطيبة، يكون عندنا ضمير، ما ناخذ فشي احنا ما عندنا حق ناخذه. فاني بصراحة قناتي هاي مجرد للتسلية لا اكثر ولا اقل، فاتمنى الكل يحترم رغبتي ويحترمني أنا كشخص كبشر مثلكم عادي. فأني حصور فيديوهات حسب وقتي حنزلها إن شاء الله رمضان جاي. فأني بصراحة أصوم، ما أطلع بالقناة يعني، أصلي أصوم أقعد بالبيت، فما أطلع يعني، ما دا أعرف إذا دا أشرح صح أو غلط باللهجة العراقية، فما حطلع بالقناة، بس حيكون عندي فيديوهات مصورة حنزلها. فهاي مو معناتها أني موجودة. هذا الفيديو صورته وحنزله بعد ما استقريت بديترويت ميشيغان، أخذت البيت وغراضي ورتبت كل شيء وصفيت نفسي وخلصت كل شيء، يلا صور، قدرت أصور. فما أعرف شو وقت حنزله، بس حنزله لكم عم تعرفون أني حاضرة ردي، حطلع حصور حنزل شو وقت ما يكون عندي وقت. وأخيرا أني أحبكم وأتمنى لكم الخير، واللي يحب اعلان القناته يتفضل يكتب واني اسوي له اعلان، اثبت تعليق ما عندي اي مشكله. And I'll see you on my next video. Goodbye.